بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، في هذا الموقف الصعب للقضية الفلسطينية ولجميع المسلمين، نقول من أجل قضيتنا الأولى، قضية فلسطين والقدس الشريف، نتساءل عن قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مؤتمرات السلام منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917 واحتلال الأراضي الفلسطينية عام 48 حتى يومنا هذا، ماذا قدمت وماذا حققت؟ أين توصيات كامب ديفيد ووادي عربة ووادي عربة وأوسلو وشرم الشيخ ومدريد وأنوبوليس وغيرها من تلك المؤتمرات؟ لا شيء، سوى أنها مقدمات لتحقيق هدف واحد لا غير، وهو تهويد القدس الشريف. أيها الإخوة الحضور، ليس هناك من قضية واضحة جلية المعالم والحقائق مثل القضية الفلسطينية، وليس هناك من مشروع استيطاني أكثر قبحا وأكثر وقاحة من المشروع الصهيوني القائم الذي يستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية على السواء. أيها الإخوة، القدس الشريف هي قبلة المسلمين الأولى ومهد الأنبياء جميعا، إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، إلى مسجدها الأقصى تشد الرحال، ومن أرضها المبارك عرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفي كنائسها علق الفاروق عمر بن الخطاب وثيقته العمرية للتسامح بين الأديان. جاء عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المنشر والمحشر، أؤتوا فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواها. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهل له كمن صلى فيه. أيها الإخوة الحضور، قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 47 يعطي حق تقرير المصير للشعوب، فهو حق أصيل للشعوب. لذا فإن قرار تقسيم الأراضي الفلسطينية قرار باطل، ينص هذا القرار 101 بنص هذا القرار، ولا يمكن الاعتراف به إلا من خلال الإرادة الشعبية الفلسطينية الخالصة. فالشعب الفلسطيني هو وحده من يملك هذا الحق، لذا ليس من حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير مصير القدس الشريف، ليس من حقه، وهو مخالف للقرارات الأممية. أيها الإخوة، لنعلم أن القدس الشريف ستبقى فلسطينية عربية، وهذا موعود الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجب أن يدركه الجميع في بقاع الأرض. فمحاولة تهويد القدس بداية لصراع إقليمي جديد. لذا فإننا اليوم ومن هذا المنبر ومن البحرين التي وقفت دائما وأبدا، إننا نرفض هذا القرار الأمريكي الذي أقدم عليه الرئيس الأمريكي، وستبقى فلسطين عربية والقدس الشريف للمسلمين وللمسيحيين ولليهود على السواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.